السلام عليكم، كيفاش راكم دايرين؟ نهاركم مبارك وسعيد ان شاء الله، قاعد تكونوا بخير وصحة جيدة يا رب ان شاء الله. غادي نتقاسم معكم اليوم نهاري بسيط متواضع، درت شوية على الغريبية راكم تشوفوا حاجة اقتصادية وتغرم بزاف. ما مازال باقي، غادي نطيب هذا، نعاود نولي لهذا. راكم تشوفوا العجينة تقعد شوية مفرتة، بصح كي تبدو تلموا فيها في اليدين تاعكم وتكوروها راهي تلم روحها، ما تكتروش الزيت هكا. الوصفة راهي في القناة، بعد نخليها لكم في صندوق الوصف. حاجة بسيطة وتغرم كما قلت لكم، اللي دايره مرقة بطاطا دوك ندير نوريها لكم. طاب لي السنين الاول، شوفوا كيفاش تخرج. طيب على خاطرها هي السر تاعها، كي تخلوها كي تكوروها وديولها القرفة، خلوها واحد 30 دقيقة تريح برا هكا، لا فريجيدير لا والو، وتكونوا تحمل الكوشه تاعكم على نار قليله، يعني ماشي كاع كبيره كبيره وماشي كاع قليله قليله، متوسطه باش تطيب لكم على خاطرها. فوالا شوفوا، طيب ما شاء الله. وكي تبغوا تقلعوها من السني باش تدخلوا السني الزاوج، انا ما قلعتهاش من السني تمتم حاميه باش ما تفتتليش، وفي الكوشه تتشقق وحدها هكا. وانا دايره مرقه بطاطا درتها بالدجاج، وكي بغيت نرمي البطاطا حمرت الدجاج تاعي مع الكوشه، راهي شاعله شاعله، قلت نحمر الدجاج تاعي. فوالا حاجه بسيطه غير تحفيز هكا اليوم، فيديو غير تاع تحفيز تاع كوراج شويه نشاط. هذا ما كان. صباح الخير عليكم، نهاركم مبارك وسعيد ان شاء الله، قاعد تكونوا بخير ولاباس عليكم. اليوم غادي ندير مرقه تاع اللوبيا بيضاء، شمختها البارح، درتها في الماء والملح، شويه تاع الماء والملح، بيتها ليله كامله، ومن بعد الصباح شللتها مليح 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 ودرتها تغلي في لاكوكوت بلا ما نزير الصفاره. وكل ما تكون تغلي تطلق هذيك الرغوه البيضاء من الفوق، تقعدوا تصفوا فيها، تقعدوا غير تصفوا فيها تصفوا فيها، هذيك اللي تضر هذيك الرغوه البيضاء كون تخلوها راهي تضر. وكاين اخوات اللي غير في هذاك الماء اللي غلات فيه اللوبيا يرموا المرقه تاعهم، انا لا، انا هذاك دائما لما تقولي هذاك هو اللي يضر الماء، قلعيه صفيه عاودي ديري مرقه واحده اخرى جديده. ان شاء الله راه غادي ندير غير هاد شويه تاع اللحم، هذا ماشي مابا اللحم، هذا غير جلده، هذا اللي بقى لي من الضياف قلعته، قلت كاش من نسحقها فيه كاش حريره ولا. انا دابيتي اللوبيا والعدس نديرهم هكاك غير بوحده جامبو ماجيكو ولا حاجه، ولكن توحشوا يعني اللوبيا بالكرعين نديرها خاطره في بوزمان، مي سينو انا ما نحط فيها لا لحم لا حتى حاجه غير الخضره والجامبو. واليوم راه عندي هذه القطعه تاع هذه الجلده، حبه لفت، هذه حبه تاع لفت، غادي نقطعها مكعبات صغار في نص الطياب باسكو هي طيابه وبالخف الطيب ما ترموهاش مع الاول. اون كاروت غادي نقطعها ثاني دي بتي كليب صغار. واحده طوماطيس ربيتها، عروس تاع كرافس، نتوما الا كان عندكم اكثر ديروا اكثر، انا بقيت غير هكا عندي شويه في الفريجيدير. وتطلق البنانه ما نقطعهمش، نحطهم عراش ومن بعد نعاود نقلعهم، ما يتحطوش مع في الفطور يعني في الطبسي. ثلاث حبات تاع الثوم كبار ربيتهم، حبه بصله ربيتها تانيك. وكما تعرفوني انا دائما نقلي كي يطلق الجي شويه نقلي الطماطم تاع العلبه لاك طوماط كونسونطري باش تلق البنه، تلق مليح البنه هي في المرق، ما تحطوهاش كي تمرقوا بالماء، مغرف كبيره. والتوابل عندي الملح، الفلفل الاسود، الحرور، وكي يكونوا التوابل جدد ما تكثروش، خاطرش الا كانوا جدد يكونوا يعني عاد الريحه تاعهم قاطعه ما شاء الله، ما تكثروش. الفلفله حمراء غبره، الكركم مغرف صغيره، هادو كاع مغرف صغيره، والكمون زيت شويه كمون. ومن بعد كي نكمل الطياب ان شاء الله، كي نرمي اللفت ويطيب لي اللفت، نعاود ندير مغرفه شويه تاع الكمون باش نطفي عليها الغاز. فوالا هذا غليته مليح مليح وصفيته وعاود شللته. غادي دروك نبدا نملق الكوكوطه تاعي، درت زوج مغارف تاع الزيت مع هذيك الجلد راهي شويه مشحمه، وحطيت الطوماطيس والبصله شويه طلقوا لي شويه جي تاعهم، عاد حطيت هذيك لا طوماط كونسونطري، ومن بعد التوابل حطيتهم من الفوق هكا باش ما يتحرقوليش. وكي دائما نقول لكم انا كي نبغي نحط الطاجين تاع اللي يكون فيه الحمص نديره يتقلى شويه. وكيما دروك راه عندي لي كاروت ثاني نديرهم يتقلوا شويه باش يتشربوا هذيك النسمه تاع التوابل وتاع التقليه تاعي تاع في الاولى، باش ما يجوش باسلين ما يجوش صامطين. غادي نخليهم يتقلوا على نار قليله 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 قد ما يطقوا مليح الريحه واللوجي تاعهم. ونغطي اللوبيا تاعي، غادي نرميها اللوبيا ونغطي اللوبيا قد ما يعني تتغطى، وندير الصفاره هكا فيت فيت يطيبوا لنا في نص ساعه. خليتهم تقلاو مليح مليح وزدت لهم اللوبيا. فوالا هاي راهي تشربت غير التنسيمه تاع التوابل وتاع التقليه هذيك. ودروك غادي نكب عليها الماء كما قلت لكم غير قد ما تتغطى اللوبيا تاعي، باسكو هي راهي ديجا طايبه في الماء، ما تكثرولهاش الماء باش بعد ما تجي فيكمش تقعدوا غير
يعني غير تسناو فيها وانت تتجمل. دروك غادي تبلعوا عليها بالصفاره وتخلوها 30 مينوت بالصفاره، من بعد تقلعوا لها ان شاء الله وتفيريفوا لها الذوق وتفيريفوا لها هي عاقده وخلاص. والصلاه على النبي. هاي فات نص ساعه حليت لاكوكو تاعي، هاي بدات تعقد لي، راكم تشوفوا المرقه راهي عاقده ما شاء الله، كيما تكثروش الماء كتعقد لكم وطيب لكم فيت فيت، ما تقعدش تنك غير موها وتقعد يعني تعوم في هذاك الماء. دروك غادي نعاود نحط هذاك اللفت قطعته، فوالا نحطه وندير هذيك شويه تاع الكمون اللي قلت لكم غادي نكمل به الطياب. شوفوا المرق تاعي كيفاش راه عاقد، واللوبيا تاعي ما تحرحرت ما حتى حاجه. شوف نكملها الطياب واحد ربع ساعه ولا ونحطها تكون واجده. ها هي اللوبيا طابت، شوف المرقه تاعها تجي عاقده، زدت معها واحد حار. فوالا صحه فطوركم، وباش نطلع لكم في هذا الفيديو خفيف ظريف. اللوبيا درتها كان البارح شمختها، كان الريح والبرد وسعاني، وكي جيت نطيبها طلعت الشميسه والحموان. معليش نخليكم بخير وعلى خير، نسلم عليكم كاع والسلام عليكم.